باهي أصدقائي، بعد ما قمنا بصناعة تيبل الجديد تو تيبل اللي هما يوزرز و بوستس، تو باش نشوفو كيفاش باش نقومو بإضافة بيانات جديدة في تلك الجداول. أوكي باهي، باش نبدأ مع أول تيبل اللي هو اليوزرز. باش نقوم بإضافة بيانات لكن تيبل اسمه يوزرز. باهي هنقوم بغلقو هذايا. أول حاجة عن الاس كيو ال، باش نكتبو الاس كيو ال متاعنا. باهي عندنا الكوماند بتاع الانسيرت اللي هو في الماي اس كيو ال، اسمه انسيرت انتو اسم التيبل يوزرز. اوكي نكتبوا شنو باش نضيفوا نحن، الفيرست نايم واللاست نايم والايج. اوكي ولهنا نكتبوا الفاليوز، والفاليوز هي القيم اللي باش نكتبوها توا. اوكي باهي، القيم باش نمروها عبارة على فاريابل كيما هكا. عندنا ثلاثة قيم اللي هم الفيرست نيم واللاست نيم والايج. اوكي باهي، توا عندنا فال، نعملو فاريابل مثلا نسميوه فال. اوكي الفال هذايا مثلا، او ما نسموهش فال، باهي فال هاي مش مشكل. فال هذاك باش نمر القيم، باش ياخد 3 بارامتر، 3 بارامتر اللي باش ياخذوا الاماكن هذوما. اوكي مثلا باش نقوم باضافة حسام، عفوا بجاوي، والعمر 25. اوكي باهي، توا شكون نعملو قبل؟ نعملو ماي كورسر دوت اكزكيوت هكا، ولا اكزكيوت كان تاخو بارامتر واحد برك اللي هو شنو هو الاس كيو ال هكا، ولا اس كيو ال تاخو هذا الكل كوماند هذا الكل، ولا تاخو الفاريابل هذاك اس كيو ال. اوكي لكن الان تو باش تاخو تو فاريابل معاها شنو، معاها الفال، معاها الفال. اوكي هكا مع الفال، لماذا اخذت الفال؟ خاطر عملنا فاليوز لهنا وخلينا ثلاثة اماكن هذوما اللي باش تجي فيهم القيم هذوما ثلاثة. اوكي باهي، بعد ما يتم التنفيذ وكل شيء، اول حاجة لازم نعملو ماي دي بي، خاطر بحكم باش نعملو اضافة جديدة في الداتابيز لازم نضيفو ماي دي بي دوت كوميت، ماي دي بي دوت كوميت، لان باش نقومو باضافة جديدة في الداتابيز. بعديك نعملو مثلا ماي كيرسر دوت رو كاونت، باش نقومو مثلا برانت، باش نقوم بتبعتها ماي كورسر هذيك رو كاونت، باش يحسب لنا قداش من قداش من رو، يعني قداش من حقل. اوكي قداش من حقل. اوكي رو كاونت باش يقسم لنا الحقل هو شنو والعمود هو شنو. العمود هو هك، احنا باش يحسب لنا قداش من رو، يعني هك اللي يجي، هك اللي يجي بالعرض يعني. اوكي باهي، باش تقوم بحساب كم من رو، ونضيفو ميساج كيف كي مثلا انسرتد، باش نتاكدو ان العنصر هذاك تم الاضافه نتاعو، ونقومو بالتشغيل ران مين. اوكي كيف ما تشوفوا قالنا راه موجود عنصر واحد توا، بعد ما قام بالاضافه نتاعو، بعد ما قام بالاضافه العنصر هذاك اعطانا اللي هو موجود عنصر واحد، وكتب لنا ميساج انسرتد اللي ضفناه احنا، دلاله على انه العنصر تم اضافته. ايش نعملو رولود البيج، وكما تشوفوا حسام البجاوي وهذا هو العمر نتاعو. باهي نجم نضيفو قيمة أخرى مثلا صالح، صالح مثلا بن يوسف العمر 20 سنة مثلا، تشغيل ران. اوكي انسرتت كيف ما تشوفوا، نعمل لود البيج اهوك، صالح بن يوسف العمر 20. عرفت كيفاش يعمل في اوتو انكريمنت، يقدم وحده، تقول انت اثنين شبيه ما بداش من واحد وما اثنين، لا لاني انا وقت قطعت الفيديو حبيت نتاكد من الحاجه، ضفت زوز عناصر وبعد قمت بحذفهم. اوكي قمت بحذفهم، اك علاش بدا تو من ثلاثه، لاني انا ضفت قبل ما نصور الفيديو هذا ضفت عنصرين. اوكي ومن بعد قمت بحذفهم. باه نجم نقوم أيضا بإضافة مجموعة كبيرة من البيانات، اللي هي عن طريق أن نقوم بوضع الفال هذايا عبارة على الري، عبارة على الري، وتكون فيها مجموعة من القيم كما هكا بالضبط. هكا باهي غنهبطو الري بتاعنا، عبارة على الري، عبارة على ليست. أوكي ونقوم بإضافة مجموعة من القيم كما هكا بالضبط. هذا بسموه كريم مثلا، صالح انا ضفناه، نبدل اسم اخر كريم، محمد مثلا، صالح هذا نغيروه، هذا
شادي، اي اسم راني شادي ما عرفش تكتب ولا، المهم مش مشكل. منير، محمود، شنو اخر، شو نسيت الاسامي حاصيله. عاطف، ماتي، اوكي. اللقب اي حاجه مش مشكل، نخترف اللقب احنا. بي 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 العمر لهنا 30، وهذا 40، وهذا 10، نكبروا شوية، 20، هذا 33، وهذا 34. اوكي به، لكن لهنا الفال هذه كما تشوفوا، الفال هذه خذت مجموعة من القيم، الاماكن نتاعهم باش تجي لهنا في بلاصه الفاليو. بالنسبه للاكزكيوت، هذه اكزكيوت تتماشى انه كي باش نحبوا نضيفوا حق الواحد، يعني نحبوا نضيفوا بيانات واحده برك، يعني محمد بن يوسف كاو، لكن احنا بحكم باش نضيفوا اكثر من واحد فلذلك نغيروا الفانكشن هذه، اكزكيوت ماني، اكزكيوت ماني يعني نفذ اكثر. اوكي اجي نعمل ران مين، نشغله سيت انسيرت، عطانا 7 وحدات انسيرت اللي هو 1 2 3 4 5 6 7. ايش نتأكدو، نعمل لود البيج كيف ما تشوفوا، 3 4 5 6 7 هذوما اللي ضفناهم الاخرين، هم 5 هذوما. اوكي انو اوتو انكريمنت الاي دي، اوتو انكريمنت يضاف وحده، رغم ان احنا نضيفه، رغم انه احنا نضيفه كان الفيرست نيم واللاست نيم والايج، بالنسبه للاي دي يضاف وحده اوتو انكريمنت. هذاكش معناه اوتو انكريمنت. اوكي انا قمنا باضافتهم الكل، هذا هو كيفية طريقة الاضافة في بايثون. باهي فما حاجة خليني نوروها، مثلا نحب نضيفه عنصر جديد، نعطيه اي اسم، مثلا نختار اسم طفلة مثلا ياسمين كامل مثلا 30. اوكي طبعا مادام واحدة بركة، نعمل اكزكيوت، اكزكيوت به باش نحب نضيف اخر عنصر، هذاك نحب نقوم بطباعة الاي دي نتاعو اخر عنصر. ماي كورسر رو اعطي، او يعطيك مجموعة من الفانكشن هنا، خلينا نشوفو فانكشن، فانكشن سيت انبوت، يعطينا لاست رو اي دي، لاست رو اي دي يعطينا لاست رو اي دي، الاي دي هذا لاست اخر واحد باش نقوم باضافته اللي هو ياسمين، هذا مش عطينا الاي دي نتاعو باش نرجع حال. نعمل ران، عطانا خطا، عطانا خطا على ما يبدو، في خطا اكزيكيوت على ما يبدو، هذه فانكشن ماي اس كيو ال، وين الخطا يا حبيبي يا حبيبي. عرفت المشكل وين، وعرفت عرفت اللي احنا مخلين هذه الري. اوكي نرجعها كما كانت، ران مين كيف ما تشوفوا، عطانا انسيرتد الفاليو هذاك، وعطانا الاي دي نتاعو اللي عطانا الاي دي نتاعو شنو هو بعد ما قام باضافتها ياسمين كامل، هذه عطانا الاي دي نتاعو. اجي نتاكدوا شنو عطانا 12، اجي نتاكدوا تنقل الاي دي نتاعها 12، رولود البيج، هاوك الاي دي نتاعها 12. اوكي هذا هو، ومجموعة من الفانكشن اخرين، يعني تنجم تكي تطبع هكا يعطيك مجموعة من الفانكشن يمكنك التعامل مع جميع الفانكشن، يعني تجربتها لحالك يعني. اوكي يلا، هذا بالنسبة لطريقة اضافة العناصر في الداتابيس، اضافة يعني بيانات الى الجداول. اوكي يلا الى اللقاء، نتقابل في الفيديو القادم.